الاخوه من جديد لمتابعه احداث هذا اللقاء. ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام، ذكريات هذا الملعب. وهنا طاقم التحكيم مع قائدي الفريقين، ماجد الشمراني واحد من ابرز الحكام في الدوري السعودي، العائد بقوه والعائد الاخر، العائدان ومنتصف ولاعبي المنتصف تحديدا كريم الاحمدي وفيليب كيش. وعندنا في الاستوديو اثنين يلعبون على مستوى وسط الملعب على ذكرياتهم، النجم الكبير صالح خليفه وذكرياته التي لا تنسى في اسيا، خميس الزهراني مع الاتحاد والانجازات. اليوم ليست لعبه خط وسط تحديدا، اليوم عندنا القوه الضاربه في الفريقين هي الهجوم. وليد ازارو وهزاع الهزاع يبدان المباراه، على الطرف الاخر فهد المولد ورومارينيو على المستوى الهجوم عقارب الساعه. الكل الآن على عقارب ساعته على التسعين. ماجد الشمراني يطلق البداية، صافرة البداية، بسم الله الرحمن الرحيم. على اليمين محاولة وانطلاقة، محاولة عند الكويكبي، اللاعب المشاكس الكويكبي يلعب الكرة، لعبها جميلة عند السليتي لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب كما يطلق عليه الاتحاديين. وأمام هذا الحاجز أحمد حجازي، الخطأ من سوزا، يلعب الكرة للأمام، الله الله، المشاعر، عاد الرباعي من الخلف ليضع راسه، ليرفع راس الاتفاقيين عاليا مع البداية، هدف سريع من البداية، كان التركيز اتفاقيا، كانت العرضية اتفاقية. عد يا زمن إلى الزمن الجميل، عد إلى الزمن الجميل أيها الاتفاقي، وافرح جماهيرك برأسية بعيدة 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 على حارس المرمى. الله يا الرباعي، الله على رأس المدافع، وضعها في التسعين، أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة. وعلى فكرة هذا الهدف يكون عنده ذكريات مع الاتحاد، لأن الاتحاد لم يتلقى أي هدف في الدوري في الشوط الأول، لم يتلقى هدف في الشوط الأول. مام هذا غاري رودريغيز يحاول فيها محاولة السيدة، الله 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 على هذا هذا في إثارة كبيرة جدا ما بين الفريقين. شوف هذه الكورة وهذا الخط اللي موجود وهذه الكرة اللي راح معاها ربيعي. الآن أزارو بلمسة، محاولة عند الكويكبي، الكويكبي يلمس الكرة، محاولة، لمسة ثانية، خذوها، يلعب الكرة العرضية، ناجح الاتفاق حتى الآن. عند الحس الكبير، هزازي مرة ثانية الكويكبي، تقدم، لعب كرة جميلة على اليمين، انطلق، محاولة اتفاقية، ملعوبة للأمام، خطيرة، خطيرة جدا، لكنه مارسيلو جروي أسرع من اللازم من رومارينيو. طالت، عدت مرة ثانية لسليتي، الأدوار الدفاعية، الواجبات والانضباط، محاولة عنوان حتى الآن فريق الاتفاق في شوط المباراة الأول. أزارو يلعب كرة للأمام، محاولة لفارس الدهلة، تسديدة لكنها سهلة وصلت من الانطلاقة، يحاول فيها الكويكبي، لعب كرة للأمام عالية لكن عدت مرة ثانية. محاولة سليتي، هذه خطيرة، خطيرة التونسي، محاولة داخل منطقة الجزاء، يفتح الآن لنفسه المساحة، لا راح يروح هناك، على اليمين، راح هناك عند الكويكبي، شوف المساحات اللي ياخذها، يلعب الكرات العالية، محاولة مرة ثانية، ربيعي مرة ثانية، لكن التغطية الدفاعية من كيش، صمام الأمان، يلعب الآن العرضية، الله 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 الله، انذار أول بالتهديد الاتحادي، الله على سعود عبد الحميد، هذه العرضية وهذه الرأسية وهذه الرأس اللفافة في البرازيلي، ما كان سريع، يعني فقد الاتحاد في الشوط الأول، لمسة بنقلة، محاولة وانطلاقة، يحاول فيها الكويكبي، حاول يلعبها لكنها وصلت، شوف هزاع تحرك في الفراغات، محاولة عند سليتي، لمسة ثانية، محاولة عند هزاع، هزاع حاول ما بين ثلاثة، كسب الكرة، راح مرة ثانية، الآن محاولة تسديدة، اصطدت، غير اتجاهها، حكم المباراة يقول لا، في لاعب كان مغطي، لعب سوزا كرة للأمام، محاولة هياها، داخل منطقة الجزاء، هزاع استلم، حجازي خلص وتخلصت الكرة، كانت كرة خطرة ما كان فيها تسلل. محاولة تسديدة إلى خارج أرضية الملعب. الجزاء ملعوبة، سليتي انطلق، محاولة من نعيم، راح نعيم، مر من الله على الله الله على نعيم السليتي، مر من ثلاثة ورا الاتجاه، راح للكويكبي، يعزف الاتفاق، يعزف الاتفاق الآن، محاولة بلمسة نقلة لكن راحت بعيدة شوية. محمد العوفي من الأسماء، هارون كمارا، عبد الإله المالكي، والاتفاق يتقدم، والاتفاق يسدد، الله، لعبة للأمام لكن هزاع سدد في المك، سوزا هذا يلعب الكرة لكن لعبها بهذا الطريقة، خطرة جدا، خطرة خطرة جدا. محاولة الآن اتحادية، ممكن تسديدة، عدت إلى خارج، هداها بالرأس لكن عادت مرة ثانية، انطلاقة
راح الآن التونسي مر من الأول حكم المباراة وصفارة وخطأ. الخطأ أروح الآن مع فيليب كيش تسديدة تغير اتجاهها إلى ركلة زاوية. يعني لم يدخل مرمى أكثر من هدفين. ركلة زاوية اتفاقية ملعوبة للأمام عالية تحولت بالرأس محاولة مطالبة لمسة يد محاولة مرة ثانية لا زال الاتفاق. والله مشكلة يعني أم المشاكل يعني في منطقة الجزاء. يعني أعتقد أن بهذه الطريقة أعتقد أن الأمور طبيعية. لا حتى لمسة اليد أعتقد أنها مش موجودة. ماجد أعلن مع هذه الكرة حكم المباراة ماجد الشمراني نهاية شوط المباراة الأول. وهو الملهم نواف السهلي. شكرا لإدارة نادي الاتفاق على هذه اللفتة الجميلة وكل الأندية التي تقف أيضا في إطار المسؤولية الاجتماعية. نترككم مع شوط ثاني أيضا جميل بتعليق الأستاذ الجميل في التعليق الزميل. لمسات الكرات لا يفقد الاتفاق الكرة بسهولة. يلعب الكرة للأمام طويلة وجميلة محاولة في الانطلاقة طويلة أطول من اللازم لكنها وصلت سهلة. عندك مستوى عالي ويكون عندك طول يعني عندك طول على مستوى تخليص الكرات يكون عالي. حاله للأمام أمام المرمى خاطئة وهذا كان ممكن يكون يكلف هدف لهزاع الهزاوي. وأيضا هذا عامل أيضا تكنيكي عالي جدا للاعبين والانضباط. لعبة للأمام عالية قروهي طالع محاولة تسديد أمام المرمى دربك أمام المرمى إلى خارج ولا عند أزارو. تباطأ عمل التفكير مع القدمين فالتوافق راح الآن مباشرة. زوزة في الاستلام يلعب كرة للأمام طويلة أكثر من اللازم حصلها فهد غازي تقدم لعب الكرة العرضية الله 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 ثاني للكوماندوز جول ثاني لنا. تمل الصفوف وعنده كل عناصرة جاهزة هي موجودة. نعم للأمام وطالع حارس المرمى أوهو خطأ من المدافع في إبعاد الكرة وكان الحائطي قريب يحاول فيها الآن كريم الأحمدي مرر في العمق محاولة تمريرة للأمام يلعب يلعب الآن محاولة هزازي حاول يمر ما بين اثنين الله على هزازي على إصرار هزازي على لمسة على أزارو محاولة لكويكبي تسديد لكويكبي ردت مرة ثانية يلعب كرة لنعيم المهارة الفردية عند الاتفاق رائعة جدا والجماعية أروع يتدخل حجازي وأبعد الكرة المحاولة مستمرة وصلت عند النتيجة أو مضاعفة ذلك لأن الاتفاق واضح أنه يلعب بهدوء الأعصاب وبالتوازن الجميل وبالروعة وبالوصول وبالثالث أوهو كان ممكن ينهي المباراة كان ممكن يخلص المباراة باقي على آزارو المغربي لسه خلاص عدينا المغربي عدى الكرة على طول واصطدت في حارس المرمى اللي طالع شوف انضرب كل لاعبين الاتحاد على سرحان انهم يعودون في النتيجة نسوا ان الاتفاق لو سجل سينهي المباراة انطلق وانفرد لكن قدم مارسيلو وروي تدخل مساحة اخذ المساحة تسديده شالها الحايطي فهد مرة ثانية شالها الحايطة راح الآن السليتي راح نعيم مر في العمق اخترق نعيم أزارو مرة ثانية أزارو عرض استدت الذهني اللي كان مع الفني في مباراة اليوم عالية محاولة خارج متسديدة لعبها زوزا مرة ثانية تقبل جزاء إلى خارج أرضية الملعب الزاوية اللعبت عدت للكويكبي الكويكبي لسوزا لعبها من واحدة طويلة وعالية أزارو بالرأس أزارو بالله الله الله على الاتفاق اليوم موسيقى عذبة يعزفها الاتفاق موسيقى شرقوية اليوم يلعبها لكن اتخلصت يعني محظوظ الاتحاد اليوم إن خرج بهذه النتيجة راح الكويكبي راح العازف راح الموسيقار بسهولة نقلة للأمام المغربي يحاول يمر ياخذ كرته ويلعب محاوله للامام تسديده اصطدت 7 دقائق على النهايه في اللقاء الرسمي رقم 83 في الانطلاقه لسليتي اوه جميله فكرتها حلوه ركنها عاليه راح عند الكويكبي نجح بكره سوزا اخذ الكره حجازي تعال شويه ابغاك بكلمه في خطا عليك لكنه لا يستدعي الانذار كلمتين خذها بشويه من ماجد يا احمد حجازي خطأ هذا التدخل مع الكويكبي والدفع من أحمد حجازي انتصار
تقدم في تاريخيا في الثمانينات بأقدام النجم صالح خليفة. ها هو اليوم بأقدام النجمين حكم المباراة قريب ماجد الشمراني في البديل اللي دخل. شوف هذا التدخل عبد الله السالم مع حجازي ماجد الشمراني الحكم. لا زالت اتحادية. فهد المولد أمام اثنين، مر فهد، عرض فهد، يبحث عن الرأسيات، المحاولة سعود، تسديدة بعيد 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 إلى اليامي البديل عبد الرحمن، ضغط عليه، فقد كورته، راح الآن الكويكبي، انطلق الكويكبي، راح الكويكبي، غير الاتجاه بفكرة رائعة جدا، راح السليتي، انطلق السليتي، وراح نعيم، مر دخل نعيم، محاولة اتفاقية، محاولة اتفاقية، محاولة اتفاقية، والله الاتفاق اليوم يخرج بأكثر من 4 أهداف، لو كان عنده تركيز والاتحاد يعني والاتحاد اللي كنا نشيد بدفاعه اليوم ابدا ابدا ابدا. والاتفاق اضاع فرصه تاريخيه لان يحقق نتيجه كبيره في مباراه اليوم، وبضربتي راس كانت صعبه على الحراس جميعا، فما بالك على قروهي واحد من الحراس الرائعين. وبالتالي سيتدخل والاتفاق ينجح بالعلامة الكاملة، لعبا وفنا ولحنا وطربا وطربا ولحنا وإمكانياتا، ووصل إلى كل شيء. وبعد ذلك حكم المباراة ماجد الشمراني على هذه الكلمات، ينهي هذا الحوار. مبروك للاتفاق، مبروك لفلاسفة الشرق، مبروك للكوماندوز هذا الانتصار وهذا الأداء الرائع، مبروك لخالد العطوي المدرب الوطني، مبروك لخالد الدبل ولجماهير فريق الاتفاق.